3 مليارات تختفي على جسر السماء، وهكذا كتب العديد من النشطاء العراقيين في فيسبوك، وقالوا إن جسر السماء في محافظة المثنى الذي يعد من أجل إنشائه، يقول النشطاء إن كلفة الجسر هي 20 مليار دينار، لكن وزارة الإعمار والإسكان أعطت أوامر للشركة المنفذة لبناء الجسر بمبلغ 17 مليار دينار فقط، ما يعني أن الجسر سيفتتح دون إكماله ودون إكسائه بشكل جيد، مع العلم أن تصدعات في مفاصل الجسر بدأت تظهر. النشطاء تساءلوا عن السبب وراء اقتطاع مبلغ 3 مليارات دينار من ميزانية جسر السماوة في المثنى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متواجد الآن على جسر شمال السماوة، الجسر اللي يقع خلف مستشفى الحسين التعليمي. أثرت عليه كثير من علامات الاستفهام، آخرها أنه مفصل الجسر خرج عن العمل، يعني غير صالح لعبور السيارات، صارت أكو بقسة مثل ما جاي يشوفون بالصور أمامكم. ما حد تسائل ليش، الكل نزل واتهم وكذا، لكن ما دخل بتفاصيل الموضوع. بحثت بالموضوع واستقصيت عن الموضوع وتوصلت للتالي: كلفة هذا الجسر 20 مليار دينار عراقي. وزارة الإعمار والبلديات والإسكان إيش قالت للشركة المنفذة؟ يابا سووه ب 17 مليار دينار. يابا زين بعد أكو 3 مليار دينار شنو ذني؟ عوفوهن ما لكم علاقة بهن، سووه بال 17 مليار دينار اللي عندكم. طبعا هذا المشروع ضمن القرض الياباني، سووه بال 17 مليار وال 3 مليار عوفوهن. لهذا الجسر لغاية الآن ما كامل مثل ما جاي تشوفون، أكو بي مدرجات ما كاملة، الطامة الكبرى المجاري ما كاملة، لحد الآن ما بي مجاري، يعني بالأمطار يفيض الجسر.